حقيقة ما نعيشه هنا يندله الجبين، خصوصا ما وقع البارحة، كون أن أغراب عن الوسط التعليمي تهجموا على محيط المؤسسة، مهددين الأطر التعليمية، مهددين سلامة التلاميذ، تسببوا بشكل كبير في تكسير وفي خسائر مادية بالنسبة لتكسير السيارات تاع الأساتذة. صراحة اتصلنا بالناس تاع الشرطة، تدخلوا، كان تدخلهم في المستوى، نتج عن الأمر اعتقال عدد كبير من أو عدد مهم من هؤلاء الجانحين. تنتمنى أن الدوريات الأمنية تبقى بشكل مستمر جوب المحيط تاع هذه المؤسسات، خصوصا أننا نشهد تردد مجموعة من الجانحين على محيط هذه المؤسسات، الأمر الذي يتسبب في عرقلة السير الدراسي في كثير من المرات، بل وفي إزعاج وإخافة للتلاميذ وللمرتفقين للمؤسسات التربوية المحيطة بنا. المؤسسة كتشاهد واحد يعني واحد الوضع أمني مزري، يعني هناك مجموعة من الشباب يعني المتطفلين على باب المؤسسة، يعني اللي كيقتحموا كيحاولوا انهم يقتحموا الفضاء ديال المؤسسه، وكينعدم الامن عندنا هنا في المؤسسه، لان التلاميذ كيخرجوا من الباب ديال المؤسسه وكيلتحقوا بالبيوت ديالهم، فهناك غياب ديال الامن. وحنا كنناديو السلطات اللي دخلت بالامس، وكان تدخل يعني تدخل قوي ديال السلطات الامنيه، وكان في محله وكان ناجح. فاحنا كنناشدوا السلطات الامنيه انها تعاود تدخل مره اخرى ويتجندوا معنا احنا كاساتذه في المؤسسه هنا، باش يساعدونا اننا نقوموا بالواجب ديالنا على اكمل وجه. خويا البارح كنا جايين من العمل ديالنا، تنتفاجئوا اخويا بواحد الكم الهائل ديال الجماهير، ولا محسوبين عن بعض الفرق، شي تيقول لك محسوبين على الفريق الوداد، شي الاخر تيقول لك محسوب على الفريق الرجاء. خويا كان عندنا واحد التكاظ بزاف، الحجر تيتنايشو، وقفوا الشانطي هنايا، ما هرسوا شي طونوبيلات هنا نيش اصاحبي بزاف، الحجر تيبان لك تيتلاه بحال من الفوق غادي انت تيبان لك الحجر. هاد لي السياسه هاد الثانوي هاد بالحسن وهاد الكيندي ديما تيكون هاد التجمعات ديال بنادم ما قاري ما والو تيبقى يتجمع، تتوصل لك الساعه ونص تيجي لنا يديروا لك مشاكل، نادم تيمشي لي ديالو، تيمشي لي رزقو، تيمشي لي تليفونات، والله يهديهم. تنبغيو نطلبو من السلطات تولي تكون الدوريات هنا بحال هاد المدارس هادي العموم هادي معروفين، خاصهم فهمتي. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.